الحقيقة ما سبقوني من الزملاء ورؤساء الأحزاب قالوا كل حاجة عايز أقولها، وعشان كده كل اللي أقدر أقوله إن إحنا إن شاء الله مصرين على استحقاق ثالث وفي ميعاده قبل نهاية سنة 2015، مصرين على إن إحنا نبقى دايما في مبادرات محمودة بيننا وبين بعض، حتى لو كان في اختلاف ما بيننا في التوجهات، لأنه ده كله في مصلحة مصر ومصلحة الوطن ومصلحة هذا الشعب. لابد ان احنا نستعد ونكافح عشان يرتقي هذا الإجراء اللي تم بخصوص التعديلات إلى المستوى المرضي، وتتم المرحلة الثالثة بسلام، وإن شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم.